بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم إخواني أخواتي، نتمنى تكونوا كلكم بألف خير إن شاء الله وصحة جيدة. اليوم إن شاء الله بغيت نفصل واحد القفيطين صغيور. البنيتة عندها عامين، وبزاف البنات كانوا كيقولوا لنا عفاك ديري لنا عبارات صغار، واخا البنيتات راه ما كيكونوش كيلبسوا نفس القياس دائما. يعني انا خديت لكم جوج العبارات ديال البنات عامين ولقيتهم متفاوتين، يعني وحده كتكون ضعيفه ورقيقه ولا قصيره، وحده كتكون ما شاء الله عامره، يعني ما كيكونوش العبارات بحال. انا غادي ندير لكم عبار العبار اللي بغيت، وانتم راه غادي تشوفوا على حسب البنت اللي غادي تكون عندكم، يا اما غادي تنقصوا شويه اولا غادي تزيدوا شويه على حسب. انا خديت هاد الطريف كان غير شيط عندي، طويته على 4 وخليت واحد السنتيم شيط هنايا لحقيتاش بغيت نديرو مفتوح. بسم الله، غادي ندير تقويره فيها 5 سنتيم، غادي ندير لكم بهاد اللون باش يبان. الكتاف فيهم 12 سنتيم، يعني غادي نزيد هنايا واحد السنتيم على ود باش تكون هي مرتاحه فيه وما يصغرش عليها عاوتاني دغيا ما يكونش مزيف. غادي نطيح الكتاف ب 3 سنتيم. وهنايا بالنسبه للتركيز الوليدات الصغار كنديروا لهم بحال التركيز بحال الصدر. هنايا عندي في الصدر 15 سنتيم، غادي نهبط حتى في التركيز ب 15 سنتيم. غادي نقسم هذه المسافه، غادي ندخل بواحد السنتيم هنايا. العبار ديال الصدر عندي فيه 15 سنتيم زائد سنتيم د الخياطه هي 16، وغادي نقد الدوره هنا في التقويره تاع الخلف. غادي نهبط بسنتيم، غادي نقد هاد الدوره هادي. بالنسبه للتقويره تاع الامام، التقويره الامام ما غاديش نديرها في هادو بجوج، غادي نحيد الخلف وغادي نهبط هنايا، غادي ندير 8 سنتيم، يعني 8 على 5. هنا دائما كنخليو هاد السنتيم عاد باش كنعبروا صافي، وكنقادو الدوره ديالنا صافي. غادي نطيح الكتاف، غادي نقاد الدوره ديال التركيز، هنايا غادي ناخد الطول ديال البنيته. بالنسبه للطول عندي 70 سنتيم، غادي ندير 74 بالتكفيفه. يقدر غادي يجي طويل ماشي مشكل. هنايا العرض غادي نخلي 26 سنتيم، هاد العبار انا كنعطيكم يعني عبار غادي كل وحده كما قلت لكم عبار تقريبي. نتوما بغيتوه يجيها ايفازي بزاف غتخليوه العرض كامل، بغيتوه يجيها فيه افتحات من الجناب غادي تهبطوه، ما غاديش تكبروا ما تعرضوش لتحت، يعني هادشي كيبقى نتوما اللي كتعاودوا كتقادوا عينيكم ميزانكم. بالنسبه لهنا غادي نهبط ب 16 سنتيم. بالنسبه للحوض غادي ندير لها كاينه 18 سنتيم وغادي نزيد سنتيم ديال الخياطه ب 19 صافي. وغادي نهبط مباشره من التركيز من العبار ديال الصدر للعبار ديال الحوض، يعني هاد البيستولي راه هو كيدخل لينا بشويه ديال الايفازي راه هو كيبينو صافي. وغادي نسطر كما قلت لكم على حسب العرض اللي انا بغيت. انا هذا غادي ندير فيه افتحه من الامام، يعني غادي نخلي العرض غيجي فيه زوين. الا كنتو غديروا افتحات من الجوانب ما غاديش تخليو بزاف تاع العرض. صافي هذه هي التراسي ديالي كما كتشوفوا. دابا غادي نقطع ان شاء الله. بسم الله،
هنا قطعت القفيطين ديالي كامل، غادي نحيد الخلف ونقاد التقويره ديال الامام صافي. دابا هاد الطريف الاخر غادي نقاد منه الاكمام. هذاك الشيء علاش كنقول لكم تحاولوا دائما منين تكونوا كتفصلوا ما تضيعوش الثوب، ديما تاخذوا غير القياس اللي بغيتوا في واحد الجهه وتكحزوه، راه كتستافدوا منه في بزاف د الحوايج. ممكن هكذا هنا غادي ناخذ منه الكميمات، هنا طويت الثوب هنايا على 4 كما كتشوفوا، الطول ديال الكميمات عندي فيه 26 سنتيم، انا عندي هنايا 27 سنتيم كما كتشوفوا. غادي ناخذ هذا الطول وغادي نوريكم طريقه سهله باش غادي تخرجوا الكمامه، غادي تجيو بحال هذا الشكل هذا. غادي تاخذوا التركيز غادي تحطوه هنايا في هذه القنيطه، غادي تخرجوا السنتيم ديال الخياطه اللي عندكم صافي، وغادي ديروه على هذا الشكل هذا نتوما يجي هكذا داير. هنايا في الراس تاع الكميمه عندي 10 سنتيم، صافي غادي نقاد الدوره ديالي. صافي هادو هما الكميمات ديالي، غادي نقطعهم وغادي نطلقو هانتوما كما كتشوفوا. غادي يجي القفيطين على هذا الشكل، زيدوا في العرض وزيدوا في الطول حتى تلاقيوه وتقيسوا على البنيته، عاد باش ديك الساعه فينيو وشنو بغيتوا ديروا، واش عقيق ولا صفيفه ولا ترسان. هذا هو القفيطين ديالنا، هادو الكميمات. نتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم، ما تنساوش ليا لي لايك، ما تنساونيش من دعائكم، والسلام عليكم ورحمه الله.